لو كنت صاحب قرار، يعني اليوم نزل طبعا زميلنا اسماعيل السيلاوي سأل الشارع شو ممكن يكون قرارهم اللي ممكن يتخذوه تحديدا بالوضع القائم بفلسطين، وأيضا بعد إعلان أو القرار لترامبي يعني بإعلان القدس عاصمة الكيان الصهيوني. خلينا نشوف إجابات الناس. احنا في فقرة لو كنت صاحب قرار اليوم نزلنا للشارع لنسأل الناس لو كنتوا أصحاب قرار إيش ممكن تتخذوا إجراءات لتوقفوا قدام القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. أنا كنت بسأل أكيد العلاقات مش بتيجي مرة واحدة إنك تقطع علاقات، أكيد لا، في مراحل. أيوة مراحل، مقاطعة أول إشي أكيد لازم تكون للمنتجات، وتاني إشي في مراحل تانية الواحد يأخذها أكبر، ممكن إنه يعمل تسكير سفارة، ممكن أغلق سفارتها. أكيد القدس عربية ورح تضل طول عمرها عربية، وما فيش إشي اسمه إسرائيل أصلا عشان نحط له إحنا إنه عاصمة القدس. يعني أهم شيء تقريبا هو إنه نشعر بعزة أنفسنا كشعب، إذا شعرنا بالعزة بسهولة نقطع علاقاتنا مع إسرائيل، نقطع علاقاتنا مع أمريكا، نعتمد على شعبنا، شعبنا قادر انه يمول الحكومه بما تحتاجه من اموال، لانه احنا عندنا اموال مخزنه بشكل كبير عند بعض الاثرياء، يجب هذه الاموال انه توضع لمصلحه الشعب او لمصلحه يعني مصانع للشعب او انتاج صناعي اللي يخدم الشعب، ونستغني عن غيرنا نهائيا. احنا عندنا كرامه، عندنا عروبه، ربنا سبحانه وتعالى جعلنا يعني قيمة وخير أمة أخرجت للناس. أنا في رأيي حتى أي دولة من الدول العربية يعني تتصرف بشكل لا يليق بعروبتها ولا بأخلاقها ولا بقيمها مفروض نتخذ معها إجراء علني. إحنا مش بحاجة لحدا. أول شيء إغلاق السفارات وقطع العلاقات الدولية بينه وبينهم، مقاطعة المنتجات، وأي عدم المؤاخذة بروتوكولات بينه وبين أمريكا، وحتى الكيان الإسرائيلي مقاطعتها نهائيا وألغاها وما فيها أي شيء، حتى عودة القدس حرة عربية فلسطينية للأمة العربية وما في بديل عن هذا الحكي. ممكن إجراءين، الإجراء الأول طرد السفير الإسرائيلي والأمريكي، الإجراء الثاني فتح المعبر عشان أي أردني أو أي فلسطيني حاب يروح لفلسطين عشان هو يحارب وينصر أخواننا بفلسطين يكون هو قادر أنه يروح لهناك. سيدي، هو القرار الأمريكي أصلا غلط. ليش غلط؟ هم اليهود بيقولوا أرض الميعاد، هي هذه أكذوبة. عملية أرض الميعاد هاي يعني سووها أكذوبة على الوطن العربي وعلى المسلمين. أصلا أنا لو كنت صاحب قرار بالنسبة للوطن العربي ما خلي أمريكي في الوطن العربي. أنت لما تيجي تحاربني في داري، تحاربني في مقدساتي، في إسلامي، أنت يعني ولسه تقول أنا برعى عملية سلام. أي سلام؟ صار لك 50 عام 100 عام وأنت تركض وراء السلام وتضحك على الشعوب العربية والإسلامية. غير هيك شو بدي أقول يعني؟ لو كنت صاحب قرار راح أنفذ اللي بدك إياه. مبدئيا لو كنت أنا صاحبة قرار بهالموضوع راح نطلب إنه نعيد النظر باتفاقية وادي عربة واللي كانت الراعي الرسمي لإلها أمريكا اللي بتدعو للسلام، بالتالي فإحنا كأردن مع أمريكا كنا راعين لهذه الاتفاقية، فالمفروض إحنا كأردنيين نوقف ونعيد النظر باتفاقية معاهدة وادي عربة. كدبلوماسيا رح نقطع التواصل الدبلوماسي ونرجع سفراءنا وكل القنصليين الموجودين هنا، رح نقاطع المنتجات ورح نقاطع كافة الشركات الممثلة من أمريكا، ورح نطلب من الشعب أنه الكل يتضامن ويوقف لنعتصم قدام هذا القرار اللي اتخذه ترامب، واللي هو ما إلوش حق في اتخاذ هالقرار لأنه مش صاحب حق في القدس. بالنسبة للقرار الأمريكي، لو كنت صاحب قرار بتمنى إنه خلينا نحكي هون محلياً، إحنا بالبلد عنا، إنه الناس تطلع وتعترض على هذا القرار. يعني بطلب من الناس لو ان انا صاحب قرار انه اطلعوا واعترضوا، لانه فعليا الحكومه طلبت منا احنا انه نطلع ونعترض، بس تفاجات انه في الاعتصام امام السفاره العدد قليل جدا، وبصراحه يعني فرصه هي انه الناس تطلع
وتعتصم امام السفاره وتعترض بما انه الحكومه طلبت منا احنا، والاخر الرهان على الشعب اصلا. بالضبط، وفعلا يعني ما زال انه هناك في ناس قاعده بتطلع، وكوطن عربي اتوقع انه رده فعل الاردن ما زالت مسيطره على موضوع القرار الامريكي. بالضبط، فبنتمنى من الناس بالاردن بالمحافظات بكل مكان، طلاب الجامعات لو بيطلع بايدهم، يعني لو كنت صاحب قرار، انه بطلب من كل طلاب الجامعات انهم يجوا ويعتصموا امام السفاره. نشكر زميلنا اسماعيل السلاوي يعني على نوعيه هاي التقارير، بالفعل لفت نظرنا يمكن جميعا قد ايه في بالفعل نضج اليوم، قد ايه في درجه وعي عاليه ايضا يعني للي شاركونا باستطلاع الراي، ومعظمهم يعني من فئه الشباب. نتمنى لو انتم انفسكم كنتوا اصحاب قرار. على العموم بعد الفاصل راح يكون في عنا قضيه نقاشنا اللي لا تزال تتعلق ب يعني الوضع الفلسطيني بشكل عام. هل بالفعل اعلان ترامب وحد الصف الشعبي اولا والرسمي ايضا؟ ماذا بعد هذا الاعلان؟ قد ايه في اهميه اليوم وحتميه لوسائل الاعلام تحديدا لاعاده صياغه خطاب مقاوم جديد ضد الكيان الصهيوني؟ التفاصيل مع الاستاذ فيصل شبول بعد الفاصل.